تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك. يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالإنسان الحر لأنه ليس مملوكا، ويحرم أيضا بيع الأرض الموات التي لا مالك لها، وتملك هذه الأرض الموات بتهيئتها للانتفاع بها إما بزراعتها وإما بالسكن فيها ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، حسنه الترمذي.